النقطصور. عصفورة تبحث عن أصدقائنا، ترى من وجدت. إنه لبلوب، أراه يقفز على النطاطة. بوينغ بوينغ بوينغ. تيك وتاك وجميلة هنا أيضا. نعم، يرسمون لوحة. ترى ما هي كابتن كريم؟ لنذهب ونكتشف الأمر، هيا. أهلا كابتن. مرحبا لبلوب، لما لا ترسم مع أصدقائك؟ لا، أفضل القفز. هذا واضح جدا، أتأتي معي لنرى ماذا يرسمون؟ حسنا. أوه جميل، تبدو رائعة يا تاك. دوري الآن. مرحبا أصدقائي، ماذا ترسمون؟ أهلا كابتن كريم، نحن نرسم. تيك، لوحتنا سرية حتى ننتهي يا كابتن. حسنا حسنا، لن أنظر، علي الذهاب لنفخ عجلات فوم فوم، سأراها عندما أعود. ممتاز. هل أساعدكم؟ أنا شاطر في الرسم. طبعا لبلوب. واو، شكرا لكم جميعا. لنضف نظارات حمراء وحلقات زرقاء وربما أيضا بعض النقط. نقط؟ نعم، نقط حمراء كبيرة. رائع. مع ذيل طويل لولبي أو ذيل قصير منفوش. نعم، ذيل قصير منفوش. أعتقد أن الذيل الطويل أجمل من القصير. وجدتها، سأرسم لوحتي الخاصة. ما رأيكم بمخالب حادة؟ تمام. الألوان جاهزة، سأبدأ بلوني المفضل الأخضر. ثم الأصفر والأزرق والأحمر. لوحة لولبية، سأريها لأصدقائي حالا، ولكن سأعيد الألوان. ممتاز، انتهينا. إنه النقطصور. ياه، فكرة الحلقة الزرقاء جميلة لبلوب. أين اختفى؟ لبلوب كان هنا منذ لحظة. هيا نجده ونريه إبداعاتنا ولوحة النقطصور. ستعجبهم لوحة آثار الأقدام الملونة، أنا متأكد. أين اختفوا؟ ولا حتى هنا، لا أثر له أبداً. لحظة، ما هذه النقط؟ آثار أقدام. إنها ألوان أقدام النقطصور نفسها. معقول؟ نقطصور حقيقي جاء إلى هنا؟ وربما ذهب معه لبلوب. حسناً، لنبحث عنه. علينا أن نستجمع شجاعتنا ونتبع آثار الأقدام. صحيح، هيا بنا. ما هذا الصوت؟ أي صوت؟ أظنني سمعت صوتاً، انسي الموضوع. لا جميلة، لا تيك ولا تاك، لا نقطصور هنا ولا لبلوب، ضاع إلى الأبد. عمن تتحدثون؟ عن لبلوب. لبلوب اختفى. أنا هنا. أهلاً أصدقائي. آسف، لم أقصد إخافتكم أبداً، أتيت لأرى إن كنتم أنهيتم اللوحة. خفنا أن تكون النقطصور. ماذا؟ نقطصور كالذي رسمناه. إنه فعلاً رائع، لكنه أصبح حقيقياً وترك أثار أقدامه في كل مكان. نعم، انظر، أحمر، أصفر، أزرق وأخضر. أنا أعرف كل شيء عن النقطصور. حقاً؟ ببساطة أنا النقطصور، هذه النقط الملونة هي آثار أقدامي أنا. ليس نقطصوراً إذن، بل هو لبلوبصور. لدينا لوحتان رائعتان اليوم، ولكن علينا الترتيب والانطلاق إلى ركن الحكايات. لننطلق. نحن مستعدون. عصفورة، جاهزون للانطلاق؟ وأنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا على مد غزار الحكايات. سنستمع إلى حكاية أظنها عن آثار الأقدام أو التلوين. لا، عن النقطصور.
من منكم يريد حكاية؟ أنا أريد. وأنا أيضا. أها، وجدت الحكاية. جاهزون للاستماع والاستمتاع؟ أنا جاهز. وأنا؟ نعم. أنا جاهز. ماذا عنكم؟ جاهزون لسماع الحكاية أيضا؟ جاهزون. عنوان حكايتنا بيبو الرهيب، وهي عن ذئب صغير يعيش مع أخويه ميمو وتيتو. ميمو وتيتو كانا شجاعين وقويين ككل الذئاب، أما بيبو فقد كان يخاف كثيراً، ومن كل شيء، من العصافير، من النحل، من ظله، حتى من ذيله. لا، مسكين بيبو. ونحن خفنا كثيراً عندما اختفيت يا لبلوب. وفي يوم من الأيام أراد أخوا بيبو تذوق توت الدباديب الذي كان يثمر في جبل الضباب البعيد وراء النهر الهادر قرب كهف الظلام. قال ميمو: أنا لها. ورد عليه تيتو: وأنا معك. وانطلقا نحو الجبل. خاف بيبو على أخويه فانطلق وراءهما بسرعة. كيف سيلحق بهما الآن؟ ما إن وصل بيبو إلى النهر الكبير حتى سد طريقه موذ ضخم قائلاً: لن أدعك تمر. رد بيبو بخوف: لماذا؟ أجاب الموذ: لأنني أريدك أن تلعب معي. هنا أدرك بيبو أن الموذ ليس مخيفاً، فبقي ليلعب ويطرطش معه في النهر. مفاجأة مرحة. نعم. تابع بيبو طريقه إلى الكهوف. كان الظلام يخيم على المكان، وهنا سمع رفرفة تشق الصمت. ارتعش صوت بيبو: من هناك؟ جاء الرد: شش، هدوء، نريد أن ننام. كانت مجرد عائلة وطويل. مخيفة؟ أبداً، كانت تحاول النوم فقط. زحف بيبو إلى خارج الكهف وهمس: آسف، أحلاماً سعيدة. وأخيراً وصل إلى جبل الضباب، وأثناء جريه ليلحق بأخويه رأى دباً كبيراً جداً، وبسرعة البرق قفز باتجاهه، وبشجاعة ألف ذئب صاح: ابتعد. صدق أو لا تصدق، ارتعش الدب وهرب. أوه، يا له من شجاع. قمة الشجاعة. هتف ميمو وتيتو: واو، أنت بطل. لكنهم سرعان ما سمعوا صوت بكاء بين الشجيرات، فإذا هو الدب. سأله بيبو: لما البكاء؟ قال الدب: لأنكم تأكلون توت الدباديب من شجيراتي. لم يكن الدب مخيفاً، بالعكس كان لطيفاً. شعر الإخوة بالندم، فسأل بيبو الدب: ماذا نفعل لتسامحنا؟ أجابه الدب: لنستمتع بأكل التوت معاً. فرح الذئاب بصديقهم الجديد، وتناولوا ما لذ وطاب من توت الدباديب. أحب توت الدباديب. وفي المساء عاد الجميع ليخبروا القطيعة عن مغامرتهم الرهيبة، وبالتحديد عن شجاعة بيبو. صاح القطيع معاً: تحية لبيبو الرهيب، بطل أبطال الغابة. النهاية. هل أعجبتكم الحكاية؟ نعم، بيبو الرهيب شجاع جداً. نعم، صحيح، صار لديه أصدقاء جدد. لذيذة رحلة توت الدباديب هذه. وأنتم ماذا عنكم؟ ماذا أعجبكم في الحكاية؟ هيا، جاء دوركم لكي تمثلوها. أنا شجاع، انظروا إلى قفزتي. أخاف الطيور. نحل نحل يا ماما. ليل مخيف، اهربوا. هيا نلعب بالماء. نحن الوطويق. لدي شجاعة بيبو الرهيب. واو يا ماما. احسنت يا بيبو. توت لذيذ. يم 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 يم. نحن اقوياء. نحن شجعان. نعم، أنتم شجعان، وتمثيلكم أيضاً رائع. تشجع بيبو فقرر اللحاق بأخويه. صحيح، فقد كان قلقاً عليهما كما كنا قلقين عليك لبلوب. لهذا تتبعنا آثار الأقدام، فاكتشفتم أخيراً أنه النقطصور. سعيد باستمتاعكم بالحكاية، ولكن حان وقت الذهاب إلى القطار. إلى قطار الحكايات. سلام يا أصدقاء، سأعود قريباً ومعي حكايات جديدة، لأننا جميعاً نحب الحكايات. سلام كابتن كريم.